السلام عليكم. إذا
لدينا f لصفر تساوي صفر ومنه c de f تقاطع O Y c'est-à-dire محور الأراتيب هو أصل المعلم النقطة O ذات الإحداثية صفر صفر مفهوم؟ حددنا تقاطع C de F مع محور الأفاصيل ومع محور الأراتيب السؤال الرابع يتعلق بإنشاء منحنى الدالة F في نفس المعلم رابعا إنشاء منحنى الدالة F والدالة G قبل إنشاء منحنى الدالة F ومنحنى الدالة G يجب تحديد مدى العناصر المميزة لكل منحنى إذن تحديد العناصر المميزة للسقف والسدوجي للمنحنى سقف إذن سقف عبارة قلنا السقف عبارة عن مدى شلجم السقف لدينا سقف عبارة عن شلجم مدى رأسه أوميغا رأينا في الدرس أن إحداثيتها ناقص ب على 2A واحد وصورته ناقص واحد واحد ناقص واحد ومحور تماثله مدى المستقيم ذو المعادلة X يساوي ناقص ب على 2A أي واحد هذه تسمى بالعناصر المميزة للشلجم الآن سنحدد العناصر المميزة للهدلول إذن تحديد العناصر المميزة للمنحنى C2J إذن C2J رأينا في الدرس أنه لدينا C2J عبارة عن ماذا؟ عبارة عن هدلول رأسه ماذا أو أوميغا بريم ناقص D على C صفر و A على C واحد ومقاربة تحدثنا عن مفهوم المقاربين ومقاربة هما أولا المستقيمان أولا ذو المعادلة X يساوي ناقص D على C صفر والثاني Y يساوي A على C واحد هنا استطعنا أن نحدد مدى العناصر المميزة لكل من الشلجم و الهدلول الآن سنمر إلى إنشاء منحنى الدالة F والدالة G في نفس المعلم إذن بعد تحديد العناصر المميزة سننشئ منحنى الدالة F في نفس المعلم إذن لهذا الغرض سننشئ المعلم المتعامد المنظم OEJ سننشئ معلم متعامد المنظم O I J. نعم بهذه الطريقة. O I J. معلم متعامد ممنظم. نعم. سننشئ المعلم المتعامد الممنظم O I J. سنقوم بتدريج المستقيمين. لنحصل على متعامد ممنظم بنفس نأخذ نفس القياسات بهذه الطريقة أو إي جي نعم أو إي جي إذن أو إي جي نعم اثنان ثلاثة ناقص واحد اثنان ثلاثة أربعة ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة نعم إذن الآن أنشأنا ماذا؟ أنشأنا المعلم المتعامد ممنظم إذن أولا لإنشاء منحنى الدالة F ننشئ ماذا؟ رأس الشلجم ما هو رأس الشلجم؟ هو أوميغا إحداثيتها كم؟ واحد ناقص واحد إذن أنشئ النقطة أوميغا التي إحداثيتها ناقص واحد واحد محور تماثل C de F هو المستقيم ذو المعادلة X يساوي واحد المستقيم ذو المعادلة X يساوي واحد هو ماذا؟ هو محور تماثل الشلجم أليس كذلك؟ هو محور تماثل
H الجمع لدي نقطة تقاطع منحنى الدالة F مع محور الأفاصيل في السؤال رقم 3 وجدنا بأن تقاطع هو أصل المعلم O والنقطة B إحداثيتها 2 0 هما نقاط تقاطع سيد F ومحور الأفاصيل يمكن يعني للتدقيق أكثر حساب صور بعض الأعداد المقربة يعني ناقص واحد صورة ناقص واحد بالدالة F واحد ناقص اثنان في ناقص واحد تساوي اثنان إذا واحد زائد اثنان تساوي ثلاثة أي أن صورة ناقص واحد بالدالة F هو ماذا العدد ثلاثة نعم إذن أبتدي بماذا برسم رأس الشلجم بهذه الطريقة دالة تزايدية في المجال واحد زائد ما لا نهاية وتناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية واحد بهذه الطريقة دالة تناقصية ننشئ بهذه الطريقة منحنى الدالة F وأنشئ مماثل هذا الجزء بالنسبة للمستقيم ذو المعادلة X يساوي واحد إذن أنشئ مماثلة هذه النقطة بالنسبة للمستقيم ذو المعادلة X يساوي واحد بهذه الطريقة استعمل التماثل المحوري نعم إذن الدالة F تزايدية على هذا المجال أكون قد أنشأت منحنى الدالة F في المعلم المتعامد ممنظم OEJ الآن سأنشئ ماذا منحنى الدالة J إذن أبتدئ بماذا بتحديد أو بإنشاء العناصر المميزة العناصر المميزة للهدول قلنا النقطة أوميغا بريم 0 1 هو ماذا؟ هو مركز تماثل الهدول لدي المقاربان تحدثنا عن مفهوم المقاربان الأول ذو المعادلة X يساوي 0 X يساوي 0 هو ماذا؟ هو محور الأفاصيل والمستقيم Y يساوي 1 Y يساوي 1 هو المستقيم المار من 1 والموازي لمحور الأفاصيل هو المقارب الثاني مقارب أفقي معادلته Y يساوي 1 نعم المقارب الأول هو المستقيم ذو المعادلة X يساوي 0 والمقارب الثاني المستقيم ذو المعادلة Y يساوي 1 جيد الآن لدي الدالة G تزايدية قطعا يعني تزايدية على R إطوال إذن هنا المقارب صورة بعض الأعداد بالدالة G صورة 1 بالدالة G هي ناقص 1 صورة 2 بالدالة G 2 ناقص 2 على 2 0 والدالة G تزايدية قطعا إذن تمر من هذين النقطتين تزايدية بهذا الشكل مفهوم المقارب أي أن منحنى الدالة F يقترب من المستقيم ثم أتمم الدالة G تزايدية قطعا ثم أقترب إلى لدي مقارب آخر الذي معادلته Y يساوي 1 بهذا الشكل الآن سأنشئ ماذا؟ سأنشئ مماثلة أو مماثل هذا الجزء بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لأوميغا بريم الذي هو مركز تماثل المنحنى سي دو جي إذن سأنشئ المماثل بالنسبة لأوميغا بريم أي سأستعمل ماذا؟ سأستعمل التماثل المركزي سأستعمل التماثل المركزي بالنسبة لأوميغا إذن سأنشئ مماثلة أوميغا بالنسبة لأوميغا بريم بهذا الشكل جيد سأحصل على هذه النقطة يمكن أيضا أن أنشئ مماثلة النقطة B 2 0 بالنسبة لأوميغا بريم نعم أرسم الآن منحنى الدالة G دالة تزايدية مفهوم المقارب بهذا الشكل أرسم مماثل هذا الجزء ثم المقارب المنحنى يقترب من المستقيم ذو المعادلة X يساوي 0 هنا نتحدث عن مفهوم
المقارب بالنسبة لتمثيل الدوال العددية. هنا C2 جي منحنى الدالة جي بهذه الطريقة، منحنى الدالة جي باللون الأسود ومنحنى الدالة F باللون الأخضر. نمر الآن إلى السؤال الأخير والمتعلق بالحل المبياني لبعض المعادلات والمتراجم. مثلا ألف، نريد أن نحل مبيانيا لنحل مبيانيا F دو X تساوي G دو X. نعم، إذن رأينا في الدرس أن لحل معادلة هندسيا ماذا يعني F دو X يساوي G دو X؟ يعني أبحث عن الأعداد الحقيقية X التي لها نفس الصورة بالدالة F والدالة G. يعني ما هي الأعداد التي يمكن أن نحصل على نفس الصورة بحساب صورته بالدالة F وبالدالة G؟ وهذا يعني هندسيا ماذا؟ تقاطع C دو F و C دو G. إذن F دو X تساوي G دو X تعني هندسيا ماذا؟ تعني هندسيا نقط ولا أفاصيل، هندسيا أفاصيل نقط تقاطع ماذا؟ تقاطع C دو F و C دو G، تعني هندسيا نقط تقاطع C دو F و C دو G. هنا أبحث عن نقط أفاصيل نقط تقاطع، لدي تقاطع الأول الثاني الثالث، أي أن منحنى الدالة F والدالة G يتقاطعان في ثلاث نقاط. الأولى أفصلها كم؟ ناقص واحد. النقطة الثانية أفصلها واحد، والثالثة أفصلها اثنان. إذن القيم التي يمكن أن يأخذها X، إذن مجموعة حلول المعادلة هي ناقص واحد ماذا؟ واحد ثم اثنان. نعم، هي أفاصيل نقاط تقاطع منحنى الدالة F مع محور مع ولا نقاط تقاطع الدال منحنى الدالتين، عفوا منحنى الدالة F ومنحنى الدالة G. ب، لنحل مبيانيا أو هندسيا مبيانيا المتراجحة F دو X أكبر من أو يساوي G دو X. ماذا يعني هذا هندسيا؟ F دو X أكبر من G دو X هندسيا. لدينا F دو X أكبر من G دو X، هذه المتراجحة تعني هندسيا ماذا؟ تعني هندسيا تحديد المجالات التي ينتمي إليها X بطبيعة الحال، تحديد المجالات التي يكون فيها ماذا؟ C دو F فوق C دو G، ليس كذلك؟ لماذا؟ F دو X أكبر من G دو X يعني أبحث عن المجالات التي يكون فيها X أو صور صور X بالدالة F أكبر من G لـ X ببساطة. إذن X ينتمي بطبيعة الحال إلى المجال ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية والدالة G غير معرفة في صفر. إذن أبحث عن نقط تقاطع، تقاطع نقطة التقاطع الأولى هي النقطة ذات الأفصول ناقص واحد. إذن في هذا المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، في المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، أي عدد حقيقي X ينتمي إلى هذا المجال؟ ماذا نلاحظ بالنسبة للصور F؟ صور هذا العدد بالدالة F والدالة G، العدد اثنان مثلا صورته بالدالة G هي هذه القيمة، ولكن صورته بالدالة F هو أكبر. إذن F دو X أكبر من G دو X يعني أن X ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، ليس كذلك؟ ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد. في المجال ناقص واحد صفر لدي العكس، صور بالدالة F أصغر من صور بالدالة G، أنا أبحث عن العكس. في المجال صفر واحد ماذا نلاحظ؟ بأن صور الأعداد بالدالة F فهي أكبر من
من دالة جي، يعني صور هذه العدد فهي أكبر من الدالة أو أكبر من صورها بالدالة جي. إذن اتحاد ماذا؟ اتحاد المجال صفر واحد. في المجال واحد اثنان لدي الصور بالدالة جي أكبر من الدالة اف. في المجال اثنان زائد ما لا نهاية أيضا لدي الصور بالدالة اف أكبر. إذن اتحاد اثنان زائد ما لا نهاية، ومنه ماذا؟ مجموعة التعريف أو مجموعة حلول عفوا هو المجال ناقص ما لا نهاية ناقص واحد، اتحاد صفر واحد، اتحاد اثنان زائد ما لا نهاية. وهذا هو المطلوب، وبهذا يكون قد انتهينا من تقديم تمرين حول دراسة دالتين، دالة الشلجم ودالة الهدول، وشكرا على انتباهكم.